السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا المحلية. والبداية بالعناوين: بعد الإعلان عن إصابة 5 حالات كورونا في العاصمة عدن، السلطة المحلية بحضرموت تقر عددا من الإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس. المحتجون في مدينة المكلا يؤكدون استمرار قطع الشوارع حتى عودة التيار الكهربائي. اللواء بن بريك يلتقي بعدد من وزراء الدفاع السابقين وأعضاء بالهيئة العسكرية الجنوبية.